أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها روما محطة جديدة للتفاوض بشأن غزة ومصادر للميادين تؤكد حماس لن تقبل أي صيغة جديدة لا تتضمن وقفا لإطلاق النار هل تكسر إيطاليا الجمود؟ حاكم بنسلفانيا جوت شابيرو مرشح لمنصب نائب المرشح للرئاسة كاملا هارس لماذا شابيرو وما سياساته؟ جوجل تتنصل من مؤتمر للتكنولوجيا لدعم الجيش الاسرائيلي، لماذا تبرأت من المؤتمر؟ من اطفال لاهجان في شمال ايران الى اطفال غزه انشوده ورسائل حب ودعم. من مناورة إلى أخرى، وروما المحطة الجديدة في ماراثون المفاوضات غير المباشرة بين فصائل المقاومة وإسرائيل. العاصمة الإيطالية تسجل اسمها في سجل استقبال وفود التفاوض وكأن تغيير المدن سيغير أجواء المفاوضات. المفترض أن يكون هذا المأمول بعد تعديلات نتنياهو في باريس والدوحة والقاهرة لكن الواضح حتى الآن أن نتنياهو سيواصل ممارسة هوايته في التعطيل بعدما قدم شروطا إضافية منتشية بتصفيقات الكونغرس ولقاءاته في واشنطن استباقا لأي مراوغة إسرائيلية جديدة ترفض حماس تسلم أي اقتراحات جديدة يقدمها الاحتلال لا تتضمن نصا واضحا لوقف اطلاق النار، لا بل تصر وفق مصدر فلسطيني قيادي للميادين على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزه، لكنها لا تمانع في تولي اداره حكوميه لغزه بتوافق وطني على نحو مؤقت. من ثم ما المعنى من هذه الجوله التفاوضيه الجديده؟ لماذا يتكبد الوسطاء عناء السفر الى روما؟ على اي حال، في روما كثير من المتاحف والآثار والتاريخ والعبر، وأي صدفة اختيار مدينة لكيان مسكون بهواجس وجودية؟ انطلاقاً من هذا المشهد سنطرح سؤالين اثنين، هل تنهي روما مماطلات نتنياهو؟ وثانياً على ما يراه نتنياهو بعد جولته الى الولايات المتحده هذان السؤالان وغيرهما من الاسئله سيجيبنا عليها ضيف المشهد الساخن الدكتور ماهر الطاهر مسؤول العلاقات الدوليه في الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين ينضم الينا من دمشق بعد الترحيب بك دكتور ماهر لماذا هذه الوجهه روما وهل اي مدى ترتبط هذه الوجهه او هذا المسلك او حتى هذه المناوره اذا صح تسميتها من قبل نتنياهو ربط بالضغوطات التي مورست عليه في واشنطن تحياتي لك والإخوة المشاهدين من الواضح تماما أن نتنياهو وحكومته لا زالوا يمارسون عملية المناورات والألاعيب وكسب الوقت لأن خطابه في الكونغرس الأمريكي أكد بوضوح بأنه سيواصل حرب الإباده ضد الشعب الفلسطيني وقد حصل على غطاء كامل من الإداره الأمريكيه. نتنياهو لا يمكن أن يوقف هذه المذبحه طالما أن هناك تغطيه كامله من الولايات المتحده الأمريكيه وقد اتضح أن الولايات المتحده الأمريكيه أيضا تناور وتمارس ألاعيب لكنها عمليا تغطي هذا العدوان بكل معنى الكلمه. على ماذا يراهنون؟ هم يتصورون ويتوهمون انه اذا صمدت المقاومه عشره شهور انها يمكن ان تنهار بعد شهر بعد اسبوعين بعد ثلاثه بعد شهرين وبالتالي يمارسون هذه الألاعيب من اجل رضوخ المقاومه. لكن المقاومه كما فاجاتهم خلال العشره شهور الماضيه ستفاجئهم بانها ستصمد مزيد من الوقت ولن تركع ولن تستسلم وبالتالي نحن اصبحنا امام واقع ان نتنياهو المغطى امريكيا وفي ظل الصمت العربي المريب والرهيب الى متى هذا الصمت؟ مجزرة اليوم في دير البلح 30 شهيد 100 جريح يوميا مجازر وهناك صمت من النظام الرسمي العربي فلماذا يضطر نتنياهو اذا الى توقيع اتفاق ينهي هذه المذبحه طالما انه يملك الغطاء الامريكي الكامل ويزود بكل السلاح وطالما انه امام نظام رسمي عربي صامت وبعضه متواطئ لذلك لم يعد امامنا ولا يعني اي خيار كمقاومه فلسطينيه الا المزيد من الصمود نحن ومحور المقاومه من اجل فرض معادلات جديده ترغم هذا المجرم على وقف حرب الاباده. قبل ان اعتقد يعني. ان محور المقاومه سيصعد سيصعد من عملياته في المرحله القادمه. قبل ان نتحول معك يعني بنخصص النقاش حول كيفيه رد محور المقاومه من القسام وسرايا القدس وحزب الله والقوات اليمنيه المسلحه اليمنيه وحتى المقاومه الاسلاميه في العراق وبطبيعه الحال سوريا وايران كدولتي ارتكاز في هذا المحور، لكن السؤال يبقى حول لماذا تم اختيار روما؟ ما الذي سمعه نتنياهو حتى قبل ولو بان ينحو نحو هذا المنحى الشكلي. حضرتك تقول انه مضيعه وقت واطاله وقت الى ما هنالك، لكن هناك نوع او شكل من الضغوطات قد يكون سمعها نتنياهو في واشنطن، على ما قد تكون ارتكزت هذه الضغوطات لكي يضطر نتنياهو الى الذهاب باتجاه جوله اضافيه ولو شكليه في مقابل هذا التعنت وهذا التمسك وهذه الاراده الصلبه من جانب المقاومه بالوقوف على ما تم الاتفاق عليه في الصيغه الاخيره التي تم ارسالها باشراف المفاوضين. ما زالت قناعتنا بأن نتنياهو يعرقل ولا يريد الوصول إلى اتفاق. أما لماذا روما؟ لأنه جرت مفاوضات في القاهرة وجرت مفاوضات في الدوحة من خلال ما سمي بالوسطاء العرب. واضح جدا عند هذه الأطراف أن نتنياهو هو الذي يعرقل وأن المقاومة تصرفت بكل مسؤولية. وبكل حنكه ودائما نقلت الكره الى الملعب الصهيوني، كانوا يريدون تحميلنا المسؤوليه كمقاومه ولكن المسؤوليه نقلت عليهم واصبح واضحا حتى عند الاطراف العربيه بان الذي يتحمل المسؤوليه نتنياهو، لكنهم لم يعلنوا ذلك علنا والمفروض من الاطراف الوسيطه العربيه ان تقول بوضوح ان الذي يعرقل هو نتنياهو. الان دخلوا بموضوع روما لكسب المزيد من الوقت وزرع المزيد من الأوهام بأنهم يعني يواصلون المفاوضات وبأنهم يريدون الوصول إلى الاتفاق لكنني أعتقد أن خطاب نتنياهو في الكونغرس أعطى جواب واضح بأنه مستمر في هذه الحرب ولن يتوقف لأنه يعلم جيدا بأن أي توقف لهذه المذبحة سيعني انتحاره السياسي ونهايته السياسيه لذلك يكسبون المزيد من الوقت وسينقلون الامور الى روما لكنني اعتقد اننا لن نتوصل الى اي نتائج خاصه بانه طرح بتقديم تعديلات جديده وهذه التعديلات الجديده فصائل المقاومه تشاورت فيما بينها وهناك موقف موحد بأننا لا يمكن أن نقبل بأي تعديلات جديدة وأن موقفنا واضح وقدم إلى الوسطاء في المراحل السابقة وليس لدينا أي جديد ولن نقبل أي تعديلات جديدة والتعديلات الجديدة التي يطرحها نتنياهو عمليا تعني أنه يريد استمرار احتلال قطاع غزة لأنه يريد السيطرة على محور فيلادلفيا والنتسريم ويريد البقاء في قطاع غزه والسيطره الامنيه على هذا القطاع وهذا لا يمكن ان تقبل به المقاومه باي شكل من الاشكال تم الحديث عن السيد الدحلان في مره ومرات اخرى عن السيد سلام فياض لرئاسه مرحله انتقاليه ما ما الذي قد يحمل موقف فصائل المقاومه جراء هذه التسميات في ظل محاولات اسرائيليه لفرض نظام حكم في اليوم التالي كما يسمونه وفق اشرافهم امنيا وسياسيا وحتى عسكريا. ما يسمى باليوم التالي في قطاع غزه لن يقرره الا الشعب الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه على ارض القطاع. قدمنا عشرات الالاف من الشهداء وعشرات الالاف من الجرحى ودفعنا ثمنا باهظا لهذا الصمود الاسطوري من خلال التصدي لهذا العدو المجرم وبالتالي لن تقبل المقاومه بايه ترتيبات او باي سلطه عميله في قطاع غزه لن يقرر مستقبل القطاع الا الشعب الفلسطيني والمقاومه الفلسطينيه. وبالتالي اي اطروحات حول دحلان وغير دحلان لن يكتب لها النجاح. المقاومه الفلسطينيه هي التي ستقرر مصير قطاع غزه ومستقبله وهذا ما اكد عليه البيان الختامي الذي صدر في بكين انه يمكن تشكيل حكومه توافق وطني في المرحله القادمه من اجل اعاده الاعمار واداره الامور وأي ترتيبات أخرى وراءها الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أي أطراف أخرى لن يكتب لها النجاح ونحن كشعب فلسطيني وكفصائل رغم الأثمان الباهظة التي ندفعها لكننا لسنا في موقف ضعف الذي يعيش الضعف والذي يعيش الأزمة الحقيقية هو الكيان الصهيوني ونتنياهو وهذا ما عبر عنه بوضوح الخطاب التافه الذي ألقاه نتنياهو في الكونغرس ذهب ليستغيث من أجل المزيد من المساعدات العسكرية ذهب ليقول بأنهم قاتلوا وصمدوا في وجه المقاومة وأحضر بعض الناس وبعض الضباط وبعض الجنود مما يدلل على عمق المأزق الذي يعيشه هذا الكيان الكيان الصهيوني يعيش أزمة حقيقية أكبر أزمة منذ عام 1948 نتيجة المعركة التاريخية لطوفان الأقصى وبالتالي نحن لسنا في موقف ضعف هو الذي يعيش أزمة حقيقية وبالتالي نحن سنستمر بالصمود والمقاومة ونحن من سيقرر مصير قطاع غزة قبل أن نستكمل الحوار معك دكتور نتوقف مع هذا العرض حول مماطلات نتنياهو وتطييره كل المفاوضات ومحاولات التوصل إلى أي اتفاق على مدى الأشهر الماضية وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية بطبيعة الحال في الرابع والعشرين من يناير كانون الثاني ماطل نتنياهو في منح رئيس الموساد دا دافيد دا برنيع تفويضا ما تسبب بتأخير انعقاد قمة باريس الأولى في هذه المرحلة التقى رئيس الموساد الوسطاء في باريس للمرة الأولى ووصف التقدم المحرز بأنه مهم لكن ما إن عاد إلى إسرائيل حتى أصدر نتنياهو خمسة بيانات ادعى فيها أن الهوة لا تزال قائمة بين الجانبين وبينما كانت قمة باريس الثانية على وشك أن تعقد بعد شهر على القمة على قمة باريس الأولى اكتشف مندوب الجيش الإسرائيلي في المفاوضات اللواء احتياط نتسان ألون وهو في طريقه إلى مطار بن غوريون أن نتنياهو تحدث إلى رئيس الموساد وأبلغه بتقييد التفويض الممنوح له بشكل كبير لتنتهي المفاوضات كسابقاتها بالفشل في مطلع أبريل نيسان مارس الوسط ضغوطا كبيرة على إسرائيل للدفع نحو اتفاق مؤقت للإفراج عما يصل إلى 33 أسيرا لكن نتنياهو اصدر بيانا قال فيه ان النصر الكامل على حماس يتطلب دخول مدينه رفح جنوبي قطاع غزه، وبعد مماطله استمرت عشر يوما، اتصل نتنياهو بفريق التفاوض من دون علم اعضاء مجلس الوزراء الاخرين، وتراجع عن الاتفاقيات التي جرى التوصل اليها. مره جديده في الرابع من مايو ايار اصدر نتنياهو بيانا يزعم فيه ان استمرار إسرائيل أو في حال أنه إسرائيل لن توافق تحت أي ظرف من الظروف على إنهاء الحرب كجزء من صفقة تتضمن إطلاق سراح الأسرى وأن الجيش سيدخل رفح ويدمر كتائب حماس هناك، بعد شهر قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة نسبها إلى نتنياهو بهدف التوصل إلى اتفاق في شأن تبادل الأسرى، بعدها مباشرة أطلق نتنياهو تصريحات قال في أحدها أن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير. وهي تشمل تدمير القدرات العسكريه لحماس. تلقت اسرائيل رد حماس على الاطار الذي قدمه بايدن ليرد من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي منسوبا الى مسؤول امني كبير جاء فيه ان هناك مزيدا من الثغرات التي لم يجري سدها، ستواصل اسرائيل المفاوضات والضغط العسكري في الوقت نفسه. دكتور ماهر يعني أمام هذه المماطلة من جانب نتنياهو يكمن السؤال بعد زيارة واشنطن وزيارة مقر المرشح الجمهوري ترامب بحد ذاته هل ينتظر اليوم نتنياهو وصول ترامب إلى سدة الرئاسة بعد 25 كانون الثاني وبالتالي التأمين على مستقبلية السياسي تحت ظل أو تحت رعاية ترامب بشكل شخصي؟ نعم أعتقد أن نتنياهو يريد إطالة أمد المعركة وأطل وإطالة أمد هذه المذبحة حتى يتم مجيء ترامب كما يعتقد لأنه يرى أن ترامب ممكن أن يقف يعني إلى جانبه أكثر مما وقف بايدن رغم أن بايدن غطى هذه المعركة وحرب الإبادة بشكل كامل وكان شريكا كاملا في هذه المذبحه لكن نتنياهو يراهن ان مجيء ترامب قد يعطيه اوراق اضافيه من اجل مواصله هذه الحرب ولذلك اعتقد ما هي هذه الاوراق دكتور ماهر طالما ما انه يعني بايدن قدم و... له كل ما يستطيع على راسه الاداره الامريكيه من مال وسلاح وجسر جوي ودعم ودفاع في الاروقه الامميه والدوليه ربما يراهن تعلمون أن ترامب وافق لنتنياهو على موضوع ضم الجولان ووافق على موضوع أن القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني وقدم خطة ترامب التي تتضمن تصفية شاملة للقضية الفلسطينية ربما نتنياهو يراهن أن ترامب سوف يعطيه الضوء الأخضر العلني لاستمرار المجزره وربما يراهن انه قد يقنع رئيس الولايات المتحده الامريكيه بالمزيد من التوتر مع ايران ومع محور المقاومه ودفع الامور لكن هذا الموضوع حرب قد يدفع بالولايات المتحده الى حرب اوسع في الأقليم. في الاقليم وهو ما لا تريده الولايات المتحده باعتبار انها تصب تركيزها على معركه او مواجهه الروسيه الاطلسيه والمعركه الاكبر مع الصين او المواجهه الاكبر مع الصين هذه هذه قناعتنا يعني انا قناعتي انه حتى عند اذا جاء ترامب فالولايات المتحده الامريكيه ليس لها مصلحة في الدخول بحرب اقليمية شاملة لاعتبارات فعلا تتعلق بالصراع الدولي الصراع مع الصين موضوع اوكرانيا لكن نتنياهو لديه بعض الرهانات انه قد يدفع ترامب لمزيد من التوتر مع ايران لكن نحن دائما نسال من زاويه يعني امريكيه اسرائيليه، ماذا عن زاويه يعني. محور المقاومه دكتور ماهر؟ وهي التي يعني بعد عشرة اشهر اثبتت للامريكي والاسرائيلي يعني علو كعبها في هذه المواجهه، تحضيرها الممتاز على المستوى الاستخبار العسكري، على المستوى الامني، على المستوى الميداني وحتى على المستوى التسليحي بما يتناسب مع هذه المعركه اللاتناظرية كما قلت نتنياهو لديه رهانات ان ترامب قد يوافقه على مزيد من التصعيد ضد محور المقاومه، لكن اصبح واضحا تماما للجميع ان محور المقاومه مهيئ لكل الاحتمالات بما في ذلك احتمال توسع يعني الصراع ليشمل حرب اقليميه كبرى، وهذا اعلنه سماحه السيد حسن نصر الله بوضوح. وقال حتى لو دخلت الولايات المتحده الامريكيه في هذه الحرب فنحن جاهزون لها واعدينا العده لكل الاحتمالات محور المقاومه يبرهن يوما بعد يوم انه انتقل من مرحله التنسيق الى مرحله العمل الفعلي الميداني في عمليه المواجهه وينتقل الآن من عملية إسناد إلى عملية مواجهة حقيقية يومية مع هذا الكيان الصهيوني، وبالتالي محور المقاومة مهيأ لكل الاحتمالات بما في ذلك حرب شاملة. وحركة أنصار الله أعلنت بوضوح أنها ستنتقل إلى المرحلة الخامسة وإلى المرحلة السادسة وأنها قد دخلت هذه الحرب فعلياً وستستمر بها الى ان يتوقف العدوان على قطاع غزه وبالتالي كل المراهنات التي يراهن عليها نتنياهو حتى بعد مجيء ترامب والاوهام التي تعشش في في راسه هذه الاوهام سوف تصطدم بحائط مسدود لان محور المقاومه اصبح حقيقه ساطعه على الارض وفي الميدان وخلق معادله جديده ان هناك حرب استنزاف يخوضها محور متكامل والكيان الصهيوني ليس مهيئا لحرب الاستنزاف هذه واعلن لبيد بان الكيان الاسرائيلي ليس مهيئ لحرب استنزاف طويله مهيئ لحروب خاطفه محور المقاومه نجح نجاحا باهرا بانه يخوض حرب استنزاف متناسقه بين كل اطراف محور المقاومه وهذا انهك العدو الصهيوني بشكل كبير لذلك نتنياهو يريد التخلص من هذه الحاله والانتقال الى حرب شامله، لكنني اعتقد ان اوهامه ستبوء بالفشل لانه حتى الولايات المتحده الامريكيه لن تنجر الى مثل هذا التصور. شكرا جزيلا لك دكتور ماهر طاهر مسؤول العلاقات الدوليه في الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين، شاركتنا المشهد الساخن من دمشق. حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو المرشح الأوفر حظا لمنصب نائب المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية كاملا هارس فمن هو شابيرو؟ لماذا هناك خلافات على ترشيحه؟ تتصاعد الأصوات في الحزب الديمقراطي رفضا لتقارير حول نية الحزب ترشيح جوش شابيرو وقد أطلق ناشطون موقعا إلكترونيا باسم لا للإبادة الجماعية لجوش وحثوا هاريس على عدم اختياره منطلقين في رايهم في المعارضه الشرسه التي ابداها ضد طلاب الجامعات المتضامنين مع غزه وفي احدى مراحل الاحتجاجات دعا شفير جامعه بنسلفانيا الى تفكيك المخيمات في الحرم الجامعي لاستعاده النظام والامن في الحرم الجامعي حول هذا الموضوع ينضم الينا الدكتور منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن مرحبا بك دكتور لماذا كل هذا الجدل حول اسم شابيرو؟ ما هي المعطيات التي يمكن ان ينطلق منها معارضوه في معارضه ترشيحه؟ اهميه اختيار منصب نائب الرئيس لهارس يرتدي يعني الكثير من الاهميه الان بوصفه سيكون اول قرار تتخذه كونها تكون لديها الأهلية للرئاسة بمعنى سيكون له العنصر الأساسي وربما الحاسم في تعزيز حظوظها بالنجاح أم لا بمعنى أنه هي الآن بعد اختيارها وبعد انسحاب بايدن تعيش مما يسمونه الهانيمون يعني شهر عسل إن كان مع الحزب الديمقراطي مع آه عامه الناس الذين آه شعروا بان هناك تغيير جوهري يتم بالانتقال آه انتقال الشعلة من آه بايدن الى جيل جديد كل هذه الامور لذلك التركيز على اختيار آه مهم جدا ولكن الاهم ايضا معه هو انه هناك ما يسمى بالجدار الازرق للحزب الديمقراطي يتعلق بالولايات وهنا على المشاهد يعني معرفة والتأكد بأن الانتخابات في أمريكا صحيح أنه هناك انتخابات يصوت فيها المواطنين ولكن هي انتخابات الولايات أصوات الولايات وبالتالي ولاية بنسلفانيا التي هو حاكم ولاية فيها هي ولاية متأرجحة نجح فيها ولذلك يتم التركيز عليه في مقدمة من هم يعني يمكن أن يكونوا للحفاظ على الجدار الأزرق الذي تحقق عندما نجح بايدن وفي الانتخابات السابقة بميشيغان وبوسكانسون وبنسلفانيا والآن الولايات الثلاث هؤلاء يشكلون مشكلة كبرى لذلك عندما ارتفعت أسهم يعني شابيرو بأنه لأنه يمكن أن يجذب قطاع الشباب والنساء وأنه لأنه من ما يسمى بالرست بيلت يعني الحزام الصدئ للولايات التي لديها عمال يعملون في الصلب والحديد والمناجم وغيرها أنه يعني نقابات العمال لهم دور في هذه المناطق وكان اختيار ترامب لفانس هو ينطلق من هذا الانطلاق بأنه هو يمكن أن يجذب هذه القاعدة أيضا له إذا موقف ولكن موقف شابيرو من الحرب في غزه يشكل عقبه اساسيه، كل هذا الانتعاش الذي عاشته هارس وحمله هارس خلال الاسبوع الماضي قد يتبدد جزء كبير منه في حال اختيار شابيرو خاصه على صعيد القاعده التي تعتبر القاعده اليساريه المؤيده للحزب الديمقراطي التي بدات يعني الابتعاد عن الحزب الديمقراطي وسجلت اعتراضها في الانتخابات التمهيدية ولا تزال على المستوى إن كان في الكونغرس أو على المستوى الشعبي تعبر عن هذا الرأي لذلك سيكون وضع هنا وضع شفير وضع دكتور حول, حساس. حول هذه المرحلة أو العمر المتبقي قبل المؤتمر العام للحزب الديمقراطي عن المعايير التنظيميه التي يستند اليها الديمقراطيون في اختيار موقع او منصب نائب الرئيس ام انه هو بمعايير سياسيه تتناسب مع التحولات في الاختيار؟ ثانيا هل ستجرؤ على اختيار شابيرو بشكل نهائي لكي تضمن كل هذا الزخم في الدعم الذي حصلت عليه سيما في اليوم المشهود 80 مليون دولار في يوم واحد؟ يعني عندها فعلا تحدي أساسي الآن بخيارها أن توازن هل يا ترى تقدم على هذه الخطوة مع مخاطرها وبمعنى أنه سيكون لديها الاقتناع ولدى قادة الحزب الديمقراطي أنه بغض النظر عن هذا الأمر لا يزال يعني موقفه من موضوع حرب غزة ومن التظاهرات و تنديد بها الا انه يشكل جاذبيه على المستوى العام وجاذبيه انه لا لا تخسر الحزب الديمقراطي بنسلفانيا سيتم اجراء موازنات دقيقه هناك شخصيه على فكره كالي من ولايه اريزونا ايضا من السان بيلت يعني او الحزام الشمسي الذي يكون هناك في الجنوب لها قابليه ولكن وهناك ايضا حاكم ولايه كارولاينا الشماليه كوبر هناك بعض الحكماء داخل الحزب الديمقراطي يقولون ربما الافضل اتخاذ كوبر وهذا حاكم ولايه كوبر لانه لديه خبره لديه توازن لديه حكمه نجح لديه قابليه لان يكون هناك من المستقلين من المعتدلين ان يجذبهم وليس فقط يعني يكفي ان هاريس تجذب القاعده الشعبيه الشبابيه والنساء ولا شك انه يعني كوبر يبحث بعضها. كلا المنصبين كل من الرئيس ونائب الرئيس عن تكامل ما في حصد يعني القطر الاوسع من الاصوات لكن فيما تبقى لنا في هذا المشهد دقيقه لو تسمح لي، هل شابيرو يستطيع من خلال ترشحه ان يعني يسد الثغره الموجوده في الولايات المتارجحه الثلاث بالنسبه للديمقراطيين؟ هل ياتي الحل على يده؟ قد يكون لضمان بنسلفانيا على الاقل ولكن ليس بالضروره قد يجذب ايضا في ميشيغان وفي ويسكونسن يعني قد يكون ايضا له جاذبيه ايضا بحكم ايضا عمره يعني هو يكون انتقال حقيقي لجيل جديد وقد تحاول هاريس وهي حاولت بعد لقائها بنتنياهو ان تسد الثغره المتعلقه بموقف هذه الاداره المخزي والمنحاز تجاه ما يجري في غزه من مذبحه ربما ترفع من صوت الانتقاد للكيان الإسرائيلي. والتعاطف مع الشعب الفلسطيني. كتعويض عن اختيار شافيرو. ويتم في المائة يوم القادمين. محاولة تعديل الصورة. وتغييرها من أنه بالفعل على كل القواعد المؤيدة لحزب الديمقراطي تقليديا. أن تلتف حول التذكرة. لأن الخطر الأكبر هو خطر مجيء ترامب. قد يكون هذا من سكره. المراهنات. ولكن أمريكا في الأسبوعين الأخيرين شهدت مفاجآت كثيرة وعلينا انتظار المفاجآت ليس محسوما شابيرو ولكن هو يعني الآن في مقدمة القائمة ولكن قد يكون هناك مفاجآت باختيار آخرين منهم كالي كما قلت من أريزونا وكوبر المرجح أيضا من حاكم ولاية كارولينا الشمالية شكرا لك دكتور منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن شاركتنا المشهد السياسي من جديد اهلا بكم عملاقه المحركات جوجل تسحب اسمها من مؤتمر حول التكنولوجيا لدعم الجيش الاسرائيلي سبق لها ان شاركت في مثل هذه المؤتمرات فما الذي تخشاه الان هذا الموضوع ينضم الينا السيد حسن عيسى المتخصص بالامن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات مرحبا بك استاذ حسن مرحبا بك. يعني لعله السؤال الذي يطرح اليوم في ظل معركه طوفان الاقصى بعد عشره اشهر على اندلاعها وهذا الضغط الهائل الذي يعني تقوم به محور فصال محور المقاومه بشكل عام على الداخل الاسرائيلي، هناك زاويه ايضا تتخصص حضرتك فيها هي زاويه الامن السيبراني، واسرائيل احدى ملامح قوتها في المنطقه وعلى الساحه الدوليه هذا الملمح. صحيح. لماذا تخشاه؟ اولا اسرائيل معروف في ان رائد بهذا العالم وعالم التكنولوجيا بل والغرب بشكل عام مسخرين كل المقدرات اللي عندهم وكل الطاقات اللي عندهم ومجيرينا خدمه ل اعمال اسرائيل العدائيه اللي بيعتبروها هن سلميه ولكن هي عدائيه طبعا نحن عم نحكي بهذه الطاقات هذه الطاقات مش مش جديده باسرائيل حتى قبل طوفان الاقصى موجود الشركات الحوسبه والذكاء الاصطناعي اذا بدك باسرائيل مدعومه من قبل جوجل او الفابت اللي هي الشركه الام لجوجل وهذه الشركات تستثمر فيها جوجل وغير جوجل اذا نحكي جوجل وامازون اذا بدك تستثمر فيها باموال طائله جدا وتعزز اذا بدنا الأمن السبراني بموضوع الأمن السبراني عند كيان العدو طيب. اليوم يعني عندما نقول انه جوجل كعملاق لمحركات البحث هرب من اسرائيل في هذا المؤتمر هل من مؤشرات تدل على ذلك؟ هل من مؤشرات فيما يعني جوجل وهروبة؟ وهل من مؤشرات تعني اسرائيل كمأمن وملاذ لهذه الشركات؟ طبعا البدايه الاشكاليه هي مش دعم جوجل او عدم دعم جوجل لاسرائيل بل الاشكاليه هي هي الدعم العلني او السري لاسرائيل طبعا جوجل من من زمان وفينا نقول نحن من شهر واحد من مطلع هذه السنه وهي تقوم يعني افرادها والعاملين فيها حتى المستخدمين على وسائل التواصل والانترنت بشكل عام يقومون اذا بدك وقفات احتجاجيه على سياسه الشركه في دعم الكيان الصهيوني. فينا نقول انه هذه الخطوه كانت من جوجل هي مثل الهروب او لاخفاء صورتها الحقيقيه بعد هذه الخوفة من الاحتجاجات ممكن تصير ضدها ان كان الاحتجاجات الداخليه عبر الاعتراضات اللي عم يقوموا فيها أو عبر الناس اللي عم تنزل تتظاهر ضدها لأنها بتدعم سياسة الكيان والحرب على غزه فينا نقول هذا نوع جديد من الهروب من هذه الصوره لانه يعني هو الهروب فقط كرمال حمايه العلامه التجاريه او خوفا على ضرب كل شيء خاصه بالسيرفرات والبنيه التحتيه اللي معقول توصلها المقاومه هلا الكيان العدو هو كان اصلا عرضه لهجمات السبرانيه بوقت سابق قبل معركه طوفان الاقصى وحتى اثناء هذه الحرب هو عرضه لهذه الهجمات ومن الممكن جدا ان جوجل تكون عم تفكر بهذه الطريقه ممكن جدا تكون جوجل عم تحمي حالها وعم تحمي سيرفراتها الموجوده باسرائيل او بالكيان طبعا عم تحمي حالها من هذه الهجمات او ما تكون هي مثل ما كنا عم نحضر بشوي انه في محور متصاعد صار متقدم نوعا ما تكنولوجيا صار يشكل خطر حقيقي على البنيه السبرانيه لامن الاسرائيلي كمان ممكن يكون عم يشكل خطر بنفس الوقت على البنيه السبرانيه اللي بتامنها هذه الشركات الكبيره يعني لهالدرجه هي محصوره بانها تحمي اصل بنيانها بنية التحتيه ولا هي خايفين على خدمات التكنولوجيه اللي بتقدمها بالسوق الدولي او بالسوق الاقليميه بالحد الادنى هلا لا شك انه تعرضت جوجل لبعض الضغوط اذا بنحكي بالعالم العربي والعالم العربي المقاوم خلينا نقول تعرضت لبعض الضغوط وبعض المقاطعات في عده دول عربيه طبعا تتاثر بهذا الموضوع بيأثر فيها الموضوع السياسي كثير موضوع التأييد وموضوع الرفض بالشارع العربي بيأثر على سلوك هذه الشركات بما يختص برأي او موقفها من الحرب على غزه بتأثر ما الذي يعنيه انه نظرا للدور الاساسي الذي تلعبه جوجل كلاود في مشروع نمبس بعقد قيمته مليار و مليون دولار لتحديث عمليات الحوسبه السحابيه عبر الحكومه الاسرائيليه واللي بتشاركه مع امازون انه يكون احد كمان نقاط الاستهداف وبالتالي تخاف عليه هذا على هذا المشروع؟ طبعا بس نحن نتطرق لمشروع نمبس، مشروع نمبس هو مشروع ضخم جدا ان كان بكلفته الماليه ولا بكلفته العملية اللي هي بدها سنين لحتى تطلع وتتبلور نتائجه، هذا مشروع خطير جدا جوجل دائما كانت تحاول أن تجمل صورته بطريقه انه هو للاهداف السلميه البحته والاهداف المدنيه البحته وانما هو كثير استفادت منه استفاد منه الكيان الاسرائيلي بحربه على غزه، فينا نعطي نموذج عن موضوع كشف الاوجه اذا او النمط ال احنا بنقول الفيس هذا الشيء ساعد كثير بتشخيص الرموز المقاومه في غزه وال يعني اللحاق بها وتشخيص اماكنها والى اخره، <سؤال> هذا كان كمان مثل من ثمره هذا البرنامج <سؤال> يعني هو بالوجه هو مشروع مدني علمي خدماتي بالخفا هو مشروع استخباري امني عسكري صحيح هو بالفعل هيك انا فينا نقول هو انتشر اكثر شيء بالمنطقه ما تسمى المنطقه الخضراء باسرائيل اللي هي المنطقه اللي يكون فيها معابر وحواجز اللي فيها كاميرات مراقبه بشكل دائم هذه الكاميرات المراقبه عبر هذه الادوات اللي قدمتها جوجل بهذا المشروع تصور تاخذ لقطات صور للناس ممكن تحدد من خلالها مزاج الناس تحدد من خلالها الهويه والى اخره جوجل تتنصل من هذه المسؤوليه وتقول انه انه هذا الموضوع هو سلمي بحت سلمي او اذا بدك لخدمه الامور العلاقة بالامن الداخلي ولكن هو يستعمل الان حصرا بالموضوع ما هو يعني يساعده على استهداف المقاومين في غزه شكرا جزيلا لك شكراً الاستاذ لك. حسن عيسى الخبير بالامن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات شاركتنا للمشهد التكنولوجي شكرا لكم من أجل غزة وأطفالها صدحت حناجر نحو 250 طفلا من مدينة الأهيجان في محافظة جيلان شمالية إيران بنشيد أهني غزة لفرقة ضحى في رسالة إلى العالم أجمع تحاكي مظلومية غزة عبر الميادين وجه أطفال إيران إلى أطفال غزة رسائل الحب والدعم والعديد من الأمنيات الموت في غزة يلامه.

غزة كغيره من أناشيد سابقة يمثل عنصر قوة في مواجهة الحرب الناعمة التي لطالما تفوقت بها إيران على أعدائها من هنا من لهجان صدحت حناجر الأطفال حزنا وقهرا على مصابي أطفال غزة غزة الحزن الأسود المأساة الكبرى يشعر الأطفال هنا بالمسؤولية تجاه أطفالها رسالتي لأطفال فلسطين أنتم رمز القوة والشجاعة تعلمنا منكم الصبر والإيمان وكيف نصبر على أوجاعنا غزة مظلومية أطفال غزة خيلي توجع قلوبنا كثيرا <applause> للعالم العربي اقول لو تتحدون معا فلن يكون هناك شيء اسمه اسرائيل اما للصهاينه فاقول انتم من انتم لا شيء يجب أن يعيش أطفال غزة بسلام إلى جانب أهليهم كطفلة إيرانية أعدهم بأننا لن نتخلى عنهم لأننا أبناء الحج <applause> حول هذا المشهد التضامني تنضم معنا من مدينه العجان في محافظه غيلان السيده فاطمه حسين خانيم مديره فرقه ضحى مرحبا بك استاذه فاطمه. يعني اسالك بدايه عن معاني هذه القصه في هذا النشيد التي يحملها في رسالته الموجهه من اطفال ايران كما تابعنا الى اطفال غزه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على القدس الشريف. والسلام على شعب فلسطين المظلوم. والسلام على الشعب الغيور في غزه. منذ سنوات ونحن نشاهد الظلم في غزه. وحقيقه يعتصر قلب اي انسان حر في العالم عندما يشاهد هذه المشاهد وهذا الظلم المنتشر في كل نقاط الارض وليس فقط في غزه ولكن اليوم عندما نشاهد هذه المشاهد في غزه والاله الوحشيه الاسرائيليه كيف تقتل اطفال غزه ونحن نشاهد يوميا استشهاد اطفال ونساء غزه والصور والمشاهد الموجعه والاليمه التي حقيقه تنفطر لها قلوبنا ومن اعماق قلوبنا حقيقه نحن ندعو لهؤلاء ولهذا الشعب القوي الحقيقه انه فرقه ضحى حاولت ان توصل هذه المظلوميه لاهل غزه عبر هذه الكلمات وهذه الانشوده وحقيقة والحمد لله انه نجحت واستطعنا ان نوصل هذا الصوت لكل العالم وليس فقط للداخل الايراني. وانا اريد ان اقول بانه الشعب الفلسطيني هو دائما شعب حر والكيان الصهيوني المنحوس والظالم سوف ينتهي ويزول. نحن دائما كنا نسعى ان نكون صوت لاطفال غزه وان نوصل صوتهم للعالم وان نذكر بانه كربلاء اليوم هي في غزه ونذكر بانه هناك شباب كعلي الاكبر يقتلون في انحاء غزه وهناك اطفال رضع كعلي الاصغر يقتلون هناك ونحن دائما كنا نسعى ان نكون صوت النساء الصابرات التي كانوا يصبرون على الاسى والالم وكانوا يودعون اولادهم عند استشهادهم وانا اقول لكم بانه جنود مكتب الحاج قاسم لم يهدأوا وكانوا دائما متضامنين مع اهل غزه واطفالنا ايضا اود أو احبوا ان يوصلوا هذا التضامن عبر هذا النشيد والحقيقة نحن قدمنا هذه الكلمات وهذا النشيد لأمهات غزة الأمهات الصابرات اللواتي بصبرهم و وإيمانهم وثباتهم أثبتوا للعالم بأنهم أقوياء هذا من خلال ما تفضلت به أستاذة فاطمة يضاف إلى ما يمثل هذا النشيد من وقفة تضامنية ليس فقط بالصوت إنما بالصورة أيضا من خلال حمل الأطفال لهذه الأكفان كرمز للأطفال الفلسطينيين الشهداء الذين يرتقون في طوفان الأقصى كيف تفاعل الأطفال مع وقفتهم هذه؟ قبل نعم طبعا كما تفضلتم نحن عاده قبل ان نبدا بعرض النشيد نحاول ان نقوم بعده تجارب ونحن كنا نشاهد بان الاطفال الذين كانوا يؤدون النشيد كانوا يشعرون بانهم الان هم في غزه وكانوا يشعرون بمشاعر التضامن مع الاطفال نحن كنا نحاول ان نبين ونقرب لهم مشهد من مشاهد كربلاء ونحن طبعا كنا دائما نحاول ان نسعى أن اثناء التدريب ان نقربهم للواقع الذي يعيشه العالم اليوم حتى بعض الامراض كنا بعض الامراض كنا نشاهد انه الاطفال كانوا يحملون بعض الالعاب الصغيره لكي يواسوها كانهم يواسوا اطفال غزه. ورايناهم كانوا يلفون هذه الالعاب بالاكفان وكانوا يعتبرونهم بانهم هم الاطفال الصغار الرضع الذين الذين استشهدوا في غزه. ونحن كنا دائما نركز على هذه المشهديه بان اطفال الذين الاطفال الذين يقتلون في غزه هم مظلومين وهم الحقيقه شهداء واللطيف انه كان الجميع يتاثر ليس فقط الاطفال حتى كان الكبار والاهل الذين كانوا يتواجدون هناك كانوا يتاثرون وانتقل هذا طبعا بطبيعه الحال لكل الناس سواء في داخل ايران او في خارج ايران. نحن نشاهد بشكل يومي مشاهد قتل الاطفال والنساء في غزه، وهذا يحدث هذه التساؤلات المشروعه اليوم بانه لماذا هذه هذا العدد من الشهداء الاطفال والنساء في 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 غزه؟ دائما كانوا اطفالنا في المجموعه يقولون لنا انه لماذا نحن ننعم بهذا الاستقرار والامان، ولكن اطفال غزه لا ينعمون بهذه النساء. النعمة الإلهية وكانوا دائما يقولون بأنه نحن نريد أن نعترض على هذا الوضع الموجود لماذا لا يوجد ماء في غزة لماذا لا يوجد غذاء في غزة والحال أنه هذا متوفر عندنا وكانوا دائما يشعرون بالاسى تجاه هذه الامور ونحن دائما كنا نقول انه هؤلاء هم جنود الحج قاسم وهؤلاء هم جنود الحج ابو مهدي المهندس وانتم من ان شاء الله سوف تؤدون باسرائيل الى الزوال ان شاء الله ونحن نامل ان شاء الله ان نرى انتصار الاطفال في غزه الاستاذه فاطمه حسين خاني مديره فرقه هدى من لايجان في غيلان شكرا جزيلا لك شاركتنا المشهد التضامني. والى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا واياكم الى هذه المشهديه بختامها الى اللقاء وشكرا للمتابعه.